لي ثلاث نقاط صعبه، ف لكن الاداء يهمني يعني. يعني لو خرج بتعادل ده بالنسبه له مكسب، مكسب كبير جدا، حتى لو 1-0 او نتيجه قريبه طبعا بالنسبه له بيطبق. وهل ده نتيجه مكسب. هل دي نتيجه متوقعه عامه في المباراه، ولا شايف ان هيكون في سكور لينا؟ انا لا اتوقع الحقيقه هيبقى في سكور. هو بس عشان نواد ان احنا كان عندنا مجموعه اصابات برضك يمكن حوالي 7-8 لا واصابات تقيله يعني، يالي ديانج لوحده الاصابه برضك يعني بالنسبه لنا مؤثره. حاله المهاجمين يعني لسه رضا راجع بياخد ربع ساعه، الراجل الفلسطيني وسام برضك بياخد ربع ساعه، يعني واضح ان جاهزيه المهاجمين لسه مودست لسه المكنه ما جابتش قماش. لا والله جابت، ندعت يعني جابت ندعت حلو. وشفنا اسيست لوز الحقيقه في الفتره الاخيره. وطبعا وسام ابو علي برغم انه لعب دقائق معدوده لكن تقدر بسهوله تستنتج من خلال الدقائق دي ان انت لا بصدد تقرا انه جيد يعني. هو الراجل برضك اتعامل معاه لانه كان مصاب، مستقر اداله اخر ربع ساعه، ادى الرضا لاخر ربع ساعه برضك راجعين من اصابه. حسين الشحات طبعا موجود في الحاله الفنيه بقاله سنتين بشكل كبير. كهربا بعيد عن المباريات خالص من المنتخب، بعيد خالص عن المباريات. طاهر برضك ما اداش الاداء المردود اللي احنا. بيتس طبعا جاي مجهد من البطوله الافريقيه، جنوب افريقيا لعبت حوالي 7 مباريات وهو لعب كل المباريات، فطبعا مجهد. ديانج مصاب من برضك كاس الامم. فرصنا واصله في البطوله دي لفين؟ يعني تعالى نجيب من بطولة الاخر الدوري العام الى اي درجه، دوري ابطال افريقيا الى اي درجه ممكن النادي الاهلي يعني يصل فعلا للقاء النهائي ويفوز باللقب؟ احنا كريم بقالنا سنتين او ثلاثه بنتعطل في المجموعات، يعني يا اما اول يا اما ثاني، وبتبقى في ظروف صعبه قوي جدا بالنسبه لنا. لكن لما بنخش بقى المرحله الاقصائيه بيبان بقى معدن النادي الاهلي، بيبان خبره النادي الاهلي. وكمان نكون احنا اكتسبنا اول المصابين يكونوا رجعوا لمكانتهم الطبيعيه، بداوا يخشوا في اجواء المباريات وياخدوا فورمه المباريات. انت كمان بتبدا تزيد من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه بعدد المباريات اللي انت بتلعبها. فهنا بقى بيبان خبره النادي الاهلي وبتبان خطورته. وكل فعلا الانديه عارفه النادي الاهلي لما بيوصل لهذه الادوار لا خلاص بيبقى عينه على البطوله. كل اداؤه وشغله إيه ان ازاي يوصل للبطوله من خلال المباراه المتبقيه. فعشان كده احنا مش قلقانين، احنا كنا بنتمنى بس النادي الاهلي يدخل اول عشان يبعد عن الحاجات. لو تاني ممكن تقابل حاجات يعني مصنفه بشكل كبير جدا افريقيا، لكن اول بتبعد. فانا شايف النادي الاهلي بقى عندنا خبرات، يعني 11 بطوله فاديتنا ثقه واديتنا خبرات بشكل كبير جدا ازاي نتعامل مع المتدرجات اللي هي من مرحله لمرحله. لما نوصل للمرحله الاخيره بيبان بعد البطل بقى، بتبقى الفرقه اكتملت، ثبات التشكيل بيبقى موجود، معظم اللعيبه المؤثره بتبقى موجوده داخل الملعب، الخبرات موجوده. فكل ده بيفرق معانا بشكل كبير جدا في وصلنا للهدف اللي احنا بنسعى ليه وهو البطوله ال 12 ان شاء الله هذا العام. طيب انا حاسه الاسئله شويه ممكن تبقى يعني مش صعبه بس ممكن يبقى فيها احراج. يعني حوار صريح جدا. يعني خليك اتكلم. خايف انا مسالتك انت. بس بهدت لك اهو. اديت لك فكره. لو على قد ما اقدر هبقى حنين، اصل ده النادي الاهلي برضه. لا ما اقدرش. ربنا يستر. ليه انا مؤخرا بقيت كجماهير بحس ان انا ممكن اكون بفوز بس بفوز بصعوبه، حسيت ان اللعيبه بتاعتي، ومع احترامي بقى للكلام اللي هو اصل مجهد اصل مصاب، على مدار التاريخ والاجيال كلها اللي احنا الماضيه اللي كنا بنشوفه العصر الذهبي بتاعنا كان بيحصل فيهم كده واكتر، بس عمرك ما كنت بتشوف اللاعب اداؤه مش مرضي، بيدي بس مثلا 30% في الملعب، ده ما كناش بنشوفه. دلوقتي احنا بنبقى داخلين فعلا يعني مباريات سهله جدا، المنافس بتاعنا بعيد جدا سواء على المستوى القاري او المستوى المحلي. بيبقى ايدك على قلبك. يا عم اكسب بقى يا عم، خلصت المباراه من اول شوط. مهمه قوي اللي بتتكلم عليها. للاسف انا بقول الاختيارات اللي احنا اخترناها، التدعيمات اللي احنا دعمناها، يعني السكواد بتاعنا مثلا التدعيمات لسه برضك يعني ما خدتش وضعها وثباتها في التشكيل، فبتختلف. يعني رضا بيدينا مثلا ربع ساعه، لا احنا عايزين رضا لما يرجع حالته الطبيعيه يدينا مباراه كامله.
طب ده بالنسبه للقادمين جدد، لكن السكواد الاساسي بقى بتاعك اللي هو بقالهم مع بعض سنين اللي موجود ساعات يا كريم برضك تحس كده ان اللعيبه بتستسهل، تقول لك يعني انا هكسب بقى واقبلك منافس سهل بعيد في الارقام كان وبعدين الزنق نضطر بقى نشتغل من امتى كنا بنقعد نحسب حتى يعني اصل احنا هنا لو ده فاز وده خسر والحسابات بتاعتك ما لكن احنا زي ما نهاوند قالت عايزين الثبات بقى، ثبات التشكيل وثبات الاداء اللي تعودنا عليه بالظبط. يعني احنا بدنا سنتين واصلا ايه اللي بيخلي لاعب معروف بقاله فتره طويله بادائه المحترم وبامتلاكه لادواته وفجاه يعني وارد ان هو يبقى بعيد نسبيا عن مستواه، لكن ساعات بتلاقي اللاعب من دول، وانا هنا مش بتكلم على لعيب نادي بعينه، بتكلم على اللاعب المصري في المطلق، ليه ساعات لما بيبعد ساعات بعيد قوي عن مستواه بشكل كانك بتتفرج على لاعب تاني مش ده اللي انت عارفه. ما بص يا كريم خد بالك برضك تواصل المواسم مع بعض بقالنا 3 سنين اللعيبه ما ريحتش، انت بيجي لك فتره كده بتمل وبتزهق حقيقي يعني. وبعض المدربين بيبقوا اذكياء بيضطر يبعد يدي اجازات. يعني انا فاكر الكابتن جوهري، انا واحد من الناس قعدت 3 سنين بروح منتخب ونادي وافريقيا و و و فجه في فتره كده هو حس ان مستواك بقى بيبدا ينزل يعني، راح مستبعدك قال لك خد اجازه اسبوع اهو روح اي مكان بقى افصل. فانت ساعات